بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال باظفاري يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. طبعا واجهتني مشكلة في الجدار. الجدار هذا طبعا فيه حديد مسلح، حرويكم زين، سوي فتحاتني أساس أني أركب قاعدة. ففي جدار مسلح، وهذا الريش ريش عادية هلتي، بس ريش عادية ما تخترق الحديد. يعني إذا عندك مثلا حديد 10 ملي 12 ملي 25 ملي ما تخترقه. فاشتريت هذا الريشة من شركة فيشر، تقريبا سعرها في حدود 40 درهم، تقريبا حدود نقول 40 درهم، يعني ممكن حدود 10 دولار. انزل، يقال أنها شو يسمونه، تقطع الحديد خرسانة. إذا عندك مثلا صبية وفيها خرسانة راح تقطعها. هذه الريشة مالها أو المسننات الرأس. إنزين، راح أجربها صراحة، أشوفها إنزين هل راح تقطع تمر عبر الخرسانة اللي فيها مثلا أسياخ حديد أو لا. راح أشوفها، راح أجرب هذه العادية، راح أرويكم إنه ما راح تعدي، وبعدين راح أجرب هذه. الحين ضاربة في حديد، راح أجرب الريشة الثانية. عدى الحديد صراحة، عدى الحديد والله، ما يعني ريشة تعمل بشكل سليم. كانت عندي مشكلة هني، يعني أحيانا ممكن تضطر أنك مثلا تغير، تضرب في مثلا سيخ حديد فتغير. هذا الريشة راح تساعدك أنك تظل على نفس المكان، وبالتالي نفس الفتحة هذه راح تحفرها بالدرج. زين، هذا بعد شوف الراس مولع، هذا لانه زين اخترق حديد. زين، هذا اللي حبيت اخبركم. بعض الريش في السوق متوفر راح تساعدك في مثلا خرق الخرسانات اللي فيها اسياخ حديد.